دكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور مئير. لا أدري إن كنت استمعت إلى حديثنا من بدايته، لكن نتحدث عن موضوع الأونروا وبأنه لهذا القرار حسب وجهة النظر الفلسطينية دوافع سياسية ويعني وراءها إسرائيل بسبب تصفية القضية الفلسطينية، وتبحث إسرائيل عن حجج منذ زمن لتصفية القضية الفلسطينية كما قال ضيفي. كيف ترد؟ نعم، هو إسرائيل طبعا لا تبحث عن حجج لتصفية القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية هو شيء جيد ويجب أن تصفى هذه القضية المزعومة. فيما يتعلق بالأونر وهذه المنظمة الفاشلة الفاسدة التي لم يعد لها أي محل من الإعراب 75 سنة بعد استغلال دولة إسرائيل، وحينئذ كان هناك 700 ألف لاجئ فلسطيني و 900 ألف لاجئ يهودي من الدول العربية استوعبتهم إسرائيل، عاشوا في الخيام لفترة محددة، وبعد ذلك اندمجوا داخل المجتمع وأصبح منهم الوزير ومنهم قائد الجيش، في حين أنه الطرف الآخر الدول العربية التي رفضت أن تدمج الفلسطينيين وأرادت أن تسترزق من وراء ما يسمى بالقضية الفلسطينية من خلال إنشاء هذه المنظمة المسخ، في حين أن هناك مفوضية العليا للاجئين التي تولت أمور اللاجئين من كل صراعات العالم بما في ذلك الحرب العالمية الثانية، وفقط هناك منظمة واحدة لنوع معين من اللاجئين الذي أغلبهم ليسوا لاجئين باستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين هم لاجئين يعيشون في مخيمات، يرفض لبنان إعطائهم أبسط الحقوق لأسباب طائفية بحتة، ولكن في الدول الأخرى جنسوا وأصبح منهم الوزير ورئيس الوزراء في الأردن والملكة، وبالتالي لم يعد هناك أي محل من الإعراب لهذه المنظمة. لكن السؤال هو الأساس الذي يجب أن يسأل هو لماذا بالأساس هذه الدول تمول الأونروا؟ يعني لماذا يجب على الاتحاد الأوروبي على دفع الضرائب البريطاني والفرنسي والإيطالي والأمريكي أن يمول الأونروا؟ هل هو عقاب أم هي إتاوة أم ماذا؟ الولايات المتحدة تتكلف 24% من ميزانية الأونروا، الاتحاد الأوروبي 25%، يعني فقط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الغرب الصليبي حسب ما تسميه المناهج التعليمية الفلسطينية الرسمية ليس في حماة في غزة في رام الله. ولماذا إذا الغرب الصليبي يمول الأونروا؟ اليابان 6 أو 7 لم نسمع هذه العبارة دكتور مئير من الدول العربية. الدول العربية مجتمعة الدول العربية مجتمعة ومعها إيران تدفع أقل من 1% من الميزانية السنوية للأونروا. وربما هذا يعني سؤال أيضا يمكن أن يوجه لضيوفنا لاحقا.